سلام عليكم، ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده هيكون فيديو حلو جدا جدا. فيديو النهارده هيكون للسيده الجميله اللي احنا كلنا بنحبها وكلنا بنعشق تنظيمها وترتيبها. هي بجد انيقه في كل حاجه كده وتستاهل كلام كتير وحلو مننا. قبل ما نكمل الفيديو عايزين نحط لايكات كتيره للفيديو عشان اعرف ان الفيديو عجبكم واجيب لكم فيديوهات حلوه زي كده، وكمان كومنتاتكم تحت اللي بتفرحني. ولو انت اول مره تشوفي القناة بتاعتي يا غالية من خلال الفيديو ده، يا ريت تشتركي في القناة وتنوري عيلتي الكبيرة وتكوني واحدة منهم ان شاء الله. عايزة بقى اللايكات الكتيرة كده ودعمكم ليا بكومنتاتكم الجميلة اللي بتفرحني. زي ما انتم شايفين السيدة اللي معانا النهاردة سيدة اجنبية بجد كلنا بنحبها. انا واحدة من الناس بحبها جدا جدا لانها كده بحس ان هي عندها ذوق راقي كل اختياراتها زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم كمان ان كل الحاجات اللي هي بتحطها دي ديكورات هي بتعملها، لان هي سيدة اعمال مشهورة جدا جدا وسيدة يعني فوق الوصف من جمالها. بيعجبني جدا تنظيمها وترتيبها للحاجة. شوفوا بقى دي الغرفة اللي هي بتاعت الملابس، شوفوا التنظيم والترتيب حلو جدا بجد، العين ترتاح جدا التنظيم والترتيب اللي هي عاملاه دوت. طبعا هي عاملاه باللون الذهبي في الابيض، بيدي لون حلو جدا جدا، وكمان ده الموضه دلوقتي. بعد كده زي ما انتم شايفين راحت بقى للغرفه اللي هي بتاعه الخزين او الخزانه علشان تنظمها التنظيم الحلو اللي انتم شايفينه ده. والتنظيم ده بيكون تنظيم شهري، يعني لما بتنظم حاجاتها او بتجيب الحاجات مشترياتها وكده بتبتدي ان هي يعني تنظف الدنيا خالص خالص، وبعد كده بتحط ديكوراتها وتحط حاجاتها. كمان بتقول بالإضافة ان يعني الزهور والحاجات اللي هي بتحطها بتدي لمسات جمالية حلوة جدا. عجبني جدا البوكسات اللي هي بتاعت البصل والبطاطس والحاجات دي كلها، عجبتني فكرتها، شكلها حلو جدا. وكمان بتجمع ما بين اللون الذهبي او الجولد في اللون الابيض كده، بجد كله ماشي مع بعضه او عامل ماتشنج حلو جدا. طبعا هي هنا برضو كانت بتنظف التلاجة بتاعتها. هي هنا بتقول كانت جابت مية عادي وحطت فيها شوية من الصابون، وبعد كده اخدت بقى الادراج بتاعتها والمنظمات بتاعت التلاجة غسلتها غسلة حلوة كده. وبعد كده بقى زي ما انتوا شايفين رصت كل الحاجات بتاعتها كده، المنظمات رجعتها تاني وحطت بقى الخضار والفواكه بتاعتها والعصائر وكل حاجة والفواكه كل حاجة. يعني شوفوا بقى، عايزه اقول لكم التنظيم مفيش احسن منه يا جماعه والله العظيم لما تكوني منظمه في حاجاتك كده. طبعا بصوا عايزه اقول لكم ان طبعا يعني في ثقافات غير ثقافتنا وفي طبعا حاجات غير حاجاتنا، وطبعا مع اختلاف الاسعار ومع اختلاف الحاجات دي كلها. شايفين الجزر حطيته في طبعا الاكياس اللي هي بتاعت حافظ الطعام، حلوه جدا جدا. وبتحطها في قلب التلاجه كده زي ما انتم شايفين. طبعا بعد ما خلصت التلاجه ظبطت بقى، يعني بصوا هو كان شويه تنظيم طبعا في المطبخ كله يعني. وبعد كده تحت الحوض بقى طبعا كل الحاجات دلوقتي اللي انت هتشوفوها دي التنظيم والترتيب اللي هو بتاعه المنظفات والجلافز وكل حاجه والفوط اللي هي من تحت الحوض بتاع المطبخ. شوفوا بقى كمان لاستغلال المساحات الضيقه، وكمان لو ما فيش عندك مساحات الفوط كده بتبقى صغيره، عملتها في الرول كده وحطيتها في التربو اللي هو الاكليريك وحطيته تحت الحوض، بجد شكله حلو جدا. عجبني كمان المنظم بتاع كل الفرش وكمان السلك والحاجات اللي هي بتستخدمها تحت الحوض والمنظفات وكل حاجه. كمان الاستاند اللي هو الدوار ده شوفوا يعني اخد ما شاء الله كمية من الحاجات، ولكن حطت كل حاجاتها بشكل حلو جدا وبشكل منظم. كمان اخدتوا بالكم من الاداء اللي هي بتنظف الدرج من جوه كده، وكمان بتعقمه حلوة جدا جدا. وبعد كده حطت الفوط بقى اللي هي بتستخدمها استخدام بشكل يومي يعني بتاعت المطبخ، حلوة جدا. وكمان عجبني المنظم اللي هو بيقسم لك الدرج ده، حلو جدا. انا واحدة من الناس لو انا لقيته في مصر او كده ان شاء الله هجيب منه
لانه بجد عجبني جدا. هنا بقى كانت بتقول كانت بتحضر الطعام بتاعها، او مش الطعام، اللي هو المكسرات والحاجات دي، بتعمل كده خلطه كده مع بعضها اللي هي اللوز والفستق وكمان البندق، المكسرات كلها يعني، وبتحطها كده في قلب منظم او كاندي، وبتحطه كده على الرخامه، بحيث بقى هي او الولاد لما يكونوا داخلين المطبخ وعايزين ياكلوا اي حاجه من دي تكون جاهزه معاهم وتحطها. عايزه اقول لكم ان بره المكسرات دي ما شاء الله عليها، بتكون موجوده بكميه وتكون موجوده يعني كتير. دي زي نظام تسالي عندهم، عكس عندنا مثلا هنا في القاهرة، ممكن التسالي عندنا اللي هو اللب والسوداني والحاجات دي، ولكن المكسرات والحاجات دي بتكون عندنا هنا في القاهرة بتكون غالية جدا، فإنما هم عندهم العكس. هنا بقى كمان بتجيب التمر وبتفتحه وبتشيل منه النوايا كده، وبتحط فيه زبدة الفول السوداني وكمان العسل اللي هو الأبيض، وتحط فيه المكسرات كده، بيكون حلو جدا. وشايفين بقى هنا كمان فرن او عامل كده زي الميكروويف، طبعا حطت فيه الشوكولاتة سيحتها، وبعد كده بتحطها كده على البلح او التمر. بجد عايزة اقول لكم ان فيه قيمة غذائية عالية جدا، وفي نفس الوقت كمان علشان الولاد يفرحوا كده، وحاجات كمان بتكون في رمضان حلوة جدا جدا. عجبتني قوي الفكرة بتاعتها دي، ان شاء الله هنفذها عندي كمان في قلب البيت، اللي هي بتحطي عليها الشوكولاتة من فوق كده. ولكن انا كنت بعملها مع الولاد بالمكسرات، ولكن ما قصيش كنت حطيت على التمر من فوق كده شوكولاتة، بس ان شاء الله هعملها لهم علشان اكيد هيحبوها اكتر يعني. طبعا هي هنا تنظيفها للحوض، بعد ما بتخلص كده بتنظف التنظيف الحلو دوت، وكمان البلانشات بتاعتها وكل حاجة بتنظفها كده، لان هي زي ما قلت لكم بتحب اللون الجولد جدا، وكمان يعني بتعمل الاشكال الجميلة دي قبل ما بتحط اي حاجة. طبعا ده فستق، حطت معاه اليميش بتاع رمضان كده، وحطت كل حاجة بقى بتاعت رمضان، ما شاء الله عليها، هي شطورة جدا بجد. عايزة اقول لكم ان انا بحبها كتير، لاني بجد بجد بتعلم منها حاجات كتيرة قوي يعني. شوفوا حطت كل حاجة، من الحلويات لكمان مكسرات لحاجات كده تفتح النفس بجد على على السفرة، او مثلا في على الرخامة بتاعت المطبخ، تخلي مثلا الولاد او اي حد عندك كده نفسيته تتفتح على كل حاجة كده. وفي نفس الوقت شايفين شكل التقديم، بس يعني يفتح النفس بجد، الشكل يفتح النفس بجد. عايزة اقولك يا غالية، لو وصلت الحدات هنا من الفيديو ولسه محطتيش لايك، حطي لايك، لان بجد هي تستاهل، لانها هي فعلا سيدة يعني، بكل انقتها وكل جمالها كده تستاهل كل حاجة حلوة من هنا. بعد كده زي ما انتم شايفين بقى هندخل هنا لترتيبها او تنظيمها للريسبشن. عندها ديكورات جميله، جايبه ديكورات حلوه قوي باللون الابيض والجولد، حطيتها كده ونظمتها بقى التنظيم الحلو ده. طبعا دي علبه مناديل. عايزه اقول لكم ان المفرش ده برضو منتشر جدا، المفرش اللي هو الفروشه ده اللي هو باللون الجولد منتشر جدا جدا، وفي نفس الوقت موجود على فكره عندنا في مصر هنا. انا بصراحه كنت هجيب منه الفتره اللي عدت دي. عايزه اقول لكم كمان وافكركم بقناتي الثانيه، قناتي اسمها عالم الملكات، روحوا وشوفوها وقولوا لي ايه رايكم فيها، بنزل لكم يومياتي فيها، عشان ناس كتير قوي طلبوا ان انا انزل لهم يومياتي وانزل لهم حاجاتي اللي انا يعني بنظمها، او تنظيم ازاي لبيتي انا كمان او ترتيبي. فروحوا وشوفوها، اسمها عالم الملكات، شوفيها يا غالية قولي لي ايه رأيك فيها، وحطها لك في اول تعليق مثبت برضو علشان لو انت لسه ما شفتهاش تشوفيها. ده التنظيم هنا بتاع المطبخ، شوفوا عجبني البولات قوي، والحاجات الفناجين اللي هي بتستخدمها الاستخدام اليومي، حطيتها كمان في منظم كده، وحطيتها على جنب في المطبخ في ركن برضو على الرخامة علشان يكون جاهز معاها. بجد يعني جميلة 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 بكل تفاصيلها وبكل اناقتها بجد. بصوا لو فضلت اتكلم عليها من هنا لبعد سنة جاية يعني مش هقدر اوفيها حقها من جمالها ونظافتها بجد اللي هي بتعملها بجد بصراحة.
بكلمكم بأمانة والله. هنا بقى زي ما انتوا شايفين تنظيمها وترتيبها لغرفتها او لغرفة النوم بتاعتها. بصوا دي لفة اللحاف عجبتني برضو، شوفوا اخدها بالكم من يعني بصوا بتنظمه من تحت كده تنظيم حلو، بحيث ان يكون الشكل العام بتاع اللحاف يكون شكله حلو. وكمان الكوشنز شوفوا خدت بالكم من الحتة اللي في النص دي عشان تعملوا نفس الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه دوت. في ناس كتيرة كانوا طلبوا مني ازاي ان هم ينظموا غرف النوم عندهم برضو ويزبطوها كده بنفس التنظيم دوت. هنا بقى كمان كانت بتعمل كده زي ما انتوا شايفين الغرفة بتاعت الانتري بتاعها او الريسبشن، طبعا كانت بتحط سجادة وكان طبعا بمساعدة زوجها ان هو يساعدها كده في حاجات بسيطة كمان من الانتري بتاعها. وعايزة اقول لكم فكرة برضو التكاوي او الكوشنز اللي هي بتحطه ده عشان الفرو معاكي ينفش كده معاكي فعلا، تخبط عليه جامد كده تتلاقيه فعلا الفرو رجع تاني زي الاول زي ما كنت جايباه يعني. بس طبعا اكيد لازم يختلف من نوع الفرو، لو الفرو بتاعه يكون حاجة كويسة يعني او حاجة نظيفة. طبعا هنا ده الريسبشن بتاعها بعد ما كانت خلصته او نظمته بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وجمعت برضو معاه اللون الفضي البسيط جدا. خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي.